استثنائية. الدولة صح. النهاردة كلها في ظروف استثنائية مظبوط، والقضاء الحمد لله مقدر الظروف اللي احنا فيها، وبالتالي بيصدر أحكام رادعة للجشعين أو اللي بيحاولوا يخالفوا ضميرهم. فطالما أعلنت يبقى أنت ملتزم. بالظبط، وده اللي أنا بعمله دلوقتي عندي. أنا ما بقولوش أعمل بقى رغيف 90 جرام، هو هيقول لي أعمله مثلا 70 جرام بجنيه. ماشي أوكي. بس لو لقيته 65 جرام هحاسبك على 5 جرام. واخد سيادتك، يمكن قبل قرار دولة رئيس الوزراء أنا كان ليا مبادرة هنا في اسكندرية عملتها تحت رعاية السيد المحافظ. بالنسبة للفينو كان ظهر برضه بعض الشكاوي من رغيف الفينو الصغير، فعملنا مبادرة. لسه للفينو ناس كتير بعتها للفينو كمان في مشاكل. طبعا. بعض المخاوف. فكنا عاملين مبادرة قلنا رغيف 60 جرام ب 75 قرش. وكنا بنخليهم يعلنوا ونحاسبهم عليه. كنا نروح نلاقيه 50 جرام نعمل له بيه قضية. لأن أنا ألزمته يعلن وزنه وسعره. نعم. طالما ألزمته يبقى لازم يلتزم باللي هو اعلن عنه، بس ما اقدرش اقول له اعمل لي رغيف 90 جرام. لان هو النهارده بيجيب برضه مدخلات الانتاج بتاعته بيجيبها حره وبيجيبها غاليه. الدقيق النهارده بيعدي ب 10,000 جنيه طن، فبقى لا ممكن يعملوا 80، ممكن يعملوا 75، بس مش 55. 55 ده رغيف يكاد يكون غير منظور يعني. غير منظور صح. فاللي احنا نقدر نعمله دلوقتي طبعا مناشده مع سيادتك. نعم. مع الساده المسؤولين. يجدد القرار. معالي رئيس الوزراء يجدد القرار تاني لمده 6 شهور. مظبوط. واحنا هنشتغل عليه ونوعد المواطنين لو القرار صدر هنلزمهم وهنضغط عليهم وهنقدر نجيب حق المواطن من اي حد. عظيم. دي اهم حاجه عندنا. دي النقطه الاولى، النقطه الثانيه متعلق بالاجراءات الخاصه باضافه الرد او غيره للعيش الاخر. هو ما فيش اضافه رد. لا مفيش هي إضافة؟ مش بمعنى اضافه رد. لا بص يا سيادتك، لان النهارده الدقيق اللي احنا كنا شغالين بيه اللي هو كان استخراج 82%. اي معناها ايه 82%؟ نعم. هو حبات القمح لما بتتحن ده كيلو القمح بتتحن بيديني كيلو 80 800 جرام دقيق و200 جرام رده. او 820 جرام دقيق و180 جرام رده. نعم. احنا خلينا الاستخراج 87.5%، يعني زودنا 5% من الرده على الدقيق. دي لا تؤثر بطريق مباشر او غير مباشر على الرغيف ولا على زودنا رده قد ايه ولا على صحته. 5% في الرغيف. ككل كوزن يعني. كوزن. 5% رد. رد. بس انتك الدقيق. يعني بدل ما هي الدقيق 82 خلينا 87، فقللنا الرد اللي خارجه منه. بدل ما كان بيخرج من مثلا من الكيلو 180 جرام. لا النهارده بيخرج منه 125 جرام. طيب ده عشان ايه؟ رد. هيعمل ايه؟ ده هيوفر معانا احنا لا يقل عن 500 طن دقيق يوميا. يوميا. انت حضرتك عارف دلوقتي النهارده. يوميا. انت حضرتك عارف النهارده الحرب الروسيه الاوكرانيه، وان احنا بنحاول بنشتغل طرق ان احنا يبقى عندنا اكتفاء شبه ذاتي من القمح. عشان اقدر احافظ ان انا اقدر استخدم المواطن الرغيف بتاعه يوميا، ما اقدرش اجي في يوم اقول ما عنديش مش هقدر اديه. لان رغيف العيش دي سلعه يعني زي ما حضرتك بتقول خط احمر. طبعا. ما اقدرش اتخطاه. طبعا. فالنهارده ال 5% رده دي ولا بتفيد، ده بالعكس. النهارده في مواطنين كتير جدا بيقفوا على عيش ابو رده لانه صحي بالنسبه للالياف اللي فيه، بالنسبه للمرضى السكر. يعني الاضافه دي مفيده صحية. للناس. ده اضافه ال 5 جرام صحية. دول مفيد 5% للرغيف مفيده صحية. للناس. طبعا طبعا دي اضافه صحيه. ده حضرتك الناس بتتناشى على رغيف ابو رده لان هو ده اكثر صحيه، لان الالياف بتاعته اعلى. وصحيا احسن من الدقيق الابيض. لان الدقيق الابيض ده السم الابيض. بيسبب. نعم. امراض السكر والسمنه و و و الى اخره. نعم. فالنهارده لا، انا النهارده 5% اللي عندهم ما اثرتش على المواطن. ولا جيت انا قلت للمواطن بدل ما هديك 5 رغيفه هديك 4 رغيفه، ولا جيت قلت له بدل ما هديك رغيف 90 جرام لا هخليه 80. بالعكس. انا بديك حصتك هي 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 والحصه الوزن زي ما هي ونفس الوزن زي ما هو. ونفس السعر. بس ونفس انا بساعد نفسي ان انا اقدر اوفر لك الرغيف طول السنه، ما تجيش في يوم من الايام اقدر اقول لك انا بدل ما هديك 5 رغيفه هديك رغيفين. فدي طبعا حاجه مهمه جدا ولازم وما اتعملتش اعتباطا. لا 5% معلش نشرحها تاني معلش محمد بيه. الجزء الاولاني انه الاضافه اللي هي 5% رده للعيش معناها لها لا مفيش اي عدد من الناس اللي بتاخدوا الكميات هتتخفض ولا السعر. هو تعديلا بس بعد اذن حضرتك. هي مش اضافه 5% رده. انا الدقيق كله عباره عن دقيق مخلوط برده. انا لما باجي اطحنه بيبقى ده على ده. لما باجي انخله بطلع منه 180 جرام رده
و820 جرام دقيق، انا هطلع ازود الدقيق شويه. يعني هنزل نسبه بسيطه من الرده اللي هي غير مرئيه بالعين المجرده كمان، دي بتبقى مفهومه جدا. انا يهمني المواطن اللي هياكل العيش ده انه مش هيلاقي اختلاف من العيش اللي كان بياخده امبارح للي هياخده يا فندم. احنا شغالين فيه من 1/7 النهارده، انت بتتكلم 19/7، ما جاش اي شكاوي. ما فيش اي شكاوي، احنا بقى لنا 20 يوم شغالين بهذا الوضع. بل بالعكس الرغيف هو لم يتاثر الرغيف ولا شكلا ولا موضوعا ولا سعرا ولا وزنا. بل بالعكس انا بقى كدوله بوفر لك حصتك كامله، بوفر لك وزنك كامل، بوفر لك سعرك زي ما هو. عظيم.